في نقطة الصفر اللي هي عربيتي، اتقابلت أنا وبابا وأستاذ علي أعضاء الفريق اللي هيقوم بتنفيذ عملية عاصفة الصحراء، بين قوسين عملية استعادة حذاء بوسينة اللي هي أمي من خلف خطوط العدو. اتحركنا للمتحف الناعم، بابا كان طول الطريق ساكت ومركز جدا لحد ما وصلنا قرب المتحف. دلوقتي يا رجالة جات ساعة الصفر، جات اللحظة اللي يا إما نثبت فيها إننا رجالة أو كياس جوافة. اللي جوه في المتحف ده مش مجرد جزمة بوسينة، لا ده شرفنا، شرفنا جميعا وكرامتنا جميعا، حاجات ستاتنا مش للعرض في المتاحف يا حكومة. يا بابا. أيوة أرجوك يا بابا بقى كفاية خطب. أنا كنت بس بحمسكم وبفكركم بهدفنا. جاهز يا أستاذ علي؟ تمام جاهز يا كامل بيه، جاهز. طب يلا وادي عدة الوزة الشردة. ايه ده؟ ده ايه ده؟ ده فستان حريمي وحبل وباروكة وبخاخ فلفل، جبت الحاجات دي منين يا بابا؟ انا ليا سككي. اتفضل يا استاذ علي. استغفر الله. طب يرضيك يا باشمهندس شريف اللي ابوك عايز نعمله ده يرضيك؟ بقول لك ايه يا استاذ علي، احنا اتفقنا ان انت اللي هتقوم بتكنيك الوزة الشردة، مفيش وقت للتراجع، اتفضل البس. هو انت هتعمل ايه بالظبط يا استاذ علي؟ حسبي الله ونعم الوكيل. بس مش عايز اسمع ولا كلمه، كله يركز. خلاص لحظة الصفر فاضل عليها كام ثانية. جاهز يا علي بيه؟ جاهز. بس تصدق يا أستاذ علي شكلك في الفستان والباروكة إيه مقنع جدا، وإذا شردة بصحيح. سكوت، كله يظبط ساعته. على بركة الله نبدأ عاصفة الصحراء. انطلق يا أستاذ علي، كلنا هنتجمع هنا تاني في نقطة الصفر. اتحرك يا شريف. بس هما فين الحراس دول؟ اه اهو يلا الوزة الشردة، الوزة الشردة. هنعمل ايه بقى يا مسهل؟ بس الخير. ايه ده؟ الحق يا سعيد، دي ست. ست؟ احنا بنحلم ولا يا فاروق؟ لو سمحت ممكن تولع لي؟ دي بتنادينا يا سعيد. يا ما انت كريم يا رب، انا قلت هي انا بطشية الوز من اولها. تعالى تعالى نشوف عايزة ايه. ايوة يا ابله، انت كنت فين بس كل ده؟ اموري؟ لا مفيش، انا قلت بس اجي ازور حاجاتي في المتحف. عينيا عينيا، الحقني يا سعيد. الحقني انت يا فاروق، مش شايف حاجة. لا مؤاخذة رجالة، ده ضرورة احكام، انا مضطر اربطكم. ليه كده بس يا بيه؟ ليه تعمل فينا كده؟ عشان تبقى تبطل تجري وراي وزة شردة تندهلك يا حبيبي. شريف يلا الطريق مفتوح، البس قناعك. ايه ده؟ ايه ده يا بابا؟ انت شكلك في القناعة بقى عامل زي ما تكون هجام قديم. يلا اخلص. انا جاهز. الحراس مش موجودين، عفارم عليك والله يا استاذ علي. انا هنط الاول. يلا يا شريف، يلا يا شريف. ايه اللياقة دي يا بابا، جبتها منين؟ الله اكبر. يلا. آخر مرة عملت فيها الموضوع ده كنت في ثانوي. ولع الكشاف. انت قلت لي يا حاج الجزمة دي في قاعة كام؟ قاعة 15، قاعة المقتنيات الغريبة للكائنات المنقرضة. جاهز؟ جاهز يا حاج. انطلق. اي جزمة امك هي يا شريف. ايوه يا حاج، احنا لازم ناخدها ونخرج بسرعة من هنا. اول ما هنكسر الصندوق الازاز اللي محطوط فيه الجزمة ده كل اجهزة الانذار هتضرب. على بركة الله. يلا يا بابا يلا يلا، خد الجزمة بسرعة. اخيرا اخيرا جبتلك حقك يا بوسينة. يلا بينا. هم اتأخروا كده ليه؟ ايه ده اهو باشمهندس شريف كامل بيه. يلا يلا يا استاذ علي، يلا يلا اركب بسرعه يلا. ايه في ايه؟ العربيه مش راضيه تدور. اوه ده وقته. يلا بسرعه اركبوا معايا. يلا يلا يا بابا يلا يلا يلا. ايه ده هيسلمنا اكيد. يلا يا عمي مفيش وقت، اركبوا. انت جيت في الوقت المناسب والله يا اكرم بيه. ايه ده؟ البوليس اللي واقف هناك ده، دي لجنة.
ما هي كان لازم تكمل. اركن على جنب ورخصك. هنعمل ايه؟ كله يستعد، كله يمسك نفسه. ايه ده ايه ده، انت هتعمل ايه يا اكرم؟ مفيش حل تاني. هدي السرعة، هدي السرعة واركن على جنب. بقولك هدي السرعة واركن على جنب. انت كسرت اللجنة يا اكرم، كان عندك اي حل تاني؟ سلم نفسك، سلم نفسك واركن على جنب، سلم نفسك.